بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم يا شباب راح نتكلم عن طريقة تفريم الفوكس، كيف أنا أقدر أفرم الفوكس وكيف أقدر أنفذ جميع الخطوات بشكل سريع وبحيث إني أنتهي من الحد اليومي. قبل كل شيء يا شباب لازم تعرفوا إنه في عندك حد يومي خاص بالفوكس، والحد هذا تقدر تشوفه بمجرد ما تدخل على الأوبراتور. لاحظوا الآن إن الحد اليومي عندي هنا زي ما أنتم شايفين يا شباب اللي هو 325,000، شايفينها 325,000 من الفوكس. هذا كل يوم يجيك هذا العدد، إذا قدرت تجيبه كامل شيء ممتاز، إذا ما قدرت بيروح عليك ولازم تجيبه اليوم الثاني. الشيء اللي بعده برضو عندنا اللي هو عن طريق الشارد اللي تستخدمه أو تجمعه عن طريق قتال العمالقة الثلاثة. كل شارد يعطيك عدد من الفوكس، فلاحظ الآن أن هذا النوع يعطيني 40,000 وهذا يعطيني 25,000 وهذا من الزونات يعطيني 5,000، فكل شارد يكون مختلف عن الثاني، يعطيك نقاط من الفوكس تقدر تلف فيها جميع المدارس الموجودة أمامكم، فهذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. شرحنا اليوم بيكون عن الحد اليومي، كيف نقدر نقفل الحد اليومي اللي هي 325,000. طيب المعدات اللي راح استخدمها ان شاء الله اليوم، اول شيء راح استخدم بلدات سهله جدا وبسيطه جدا، تمام. اول شيء عندنا شخصيه ميراج، هي اللي راح استخدمها اليوم في هذا الشرح، والبلد يا شباب بدون فورما، ركزوا بكلامي، البلد بدون فورما، هذا هو البلد يا شباب اللي راح استخدمه. تقدر تمكس هذا المود وبرضه تقدر تمكس هذا المود، وراح يركب عندك البلد برضه بدون فورما، فالبلد جدا سهل وبسيط جدا، بس حاول تركب عليه مود القبيلة هذا. الشيء الثاني الأركيانات، اختار اللي يناسبك، لكن الأفضل يكون عندك إنرجايز إذا كان تقدر تجيبه. نجي الآن للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي المعدات. المعدات أهم شيء يكون عندك الفوكس لينز، هذا هو يا شباب الفوكس لينز. الأشياء اللي أنا راح أستخدمها اللي هو اللينز الخاص بلوا، وهذا أعلى مستوى تفرمه من مهمة الديسربشن الموجودة في كوكب لوا. مهمة الديسربشن الموجودة في كوكب لوا، فلازم تعرف وين مكانه عشان تقدر تجيبه، لأنه هذا يعتبر أعلى فوكس في اللعبة، هذا هو أعلى فوكس في اللعبة. اللي بعده يا شباب عندنا راح أستخدم أسلحة أنا مخطط أساسا إني أستغني عنها، لأنه بعدين ما أبغى دوشة الفوكس تبهدلني في جميع المهمات، فبالتالي اخترت أسلحة أنا ناوي أحذفها. اللي بعده عندنا اللي هو السلاح الأول، الفوكس اللي ركبته عليه فوكس ثلاثي أو ثلاثة علامات موجودة عليه زي ما أنتم شايفين، هذا الفوكس خاص بالأيدولون، تحصل عليه من مهمات العالم المفتوح سواء في فورتونا أو في سيتوس، تمام؟ فهذا الفوكس يعتبر سهل التفريم، تقدر تحصل عليه من عند كونزو أو من عند أوديكو في العوالم المفتوحة، هذا هو المكان الخاص بهذا الفوكس. اللي بعده يا شباب عندنا اللي هو السلاح الثاني، السلاح الثاني ركبت عليه فوكس عادي جدا كذلك، يعني هذا أقل مستوى من الفوكس، هذا هو الأقل. مكان هذا الفوكس تقدر تحصل عليه كذلك من العوالم المفتوحة من عند كونزو أو من عند أوديكو، فأنت الآن ركز في مكان كل فوكس واختار اللي يناسبك. السلاح الأخير اللي عندنا اللي هو الميلي، كذلك عندنا الفوكس اللي أنا مركبه عليه فوكس ثلاثي، وحددنا مكانه في العوالم المفتوحة سواء عند سيتوس أو عند أوديكو، تمام؟ بس أكثر شيء تلقاه عند سيتوس، عند كونزو، يعني أكثر شيء تلقاه في العالم المفتوح في كوكب الأرض. فالآن يا شباب أنتم عارفين مواقع الفوكس، وزي ما أنتم شايفين كل الفوكس عندي مختلف، يعني هنا الأول أعلى شيء، وهنا متوسط، وهنا أقل مستوى، وهنا متوسط، تمام؟ فهذه هي الفوكسات اللي راح استخدمها، واللي مو عارف كيف يقدر يحصل عليها أو طريقة الحصول عليها يقدر يشوف الشرح الخاص بالمبتدئين في تفريم الفوكس، قد شرحته قبل كده، لكن هذه الشروحات تعتبر أدوات جاهزة. طيب الخطوة اللي بعد كده يا شباب راح اختار مهمة السانشويري، فنبدأ الآن في المهمة وخلونا نشوف ايش اللي راح يكون معنا. طبعا راح اختار هذه المهمة يا شباب اللي من ليفل 20 الى 30، وبسم الله نبدأ. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين الآن هذه هي المهمة، طبعا الزون الأول ما راح يكون فيه عندنا نقاط فوكس عالية جدا، راح يبدأ عندنا التفريم من الزون الثاني إلى الزون الثامن، ويلا خلونا نبدأ.